بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج، زولف لا ولا زولي ديرين ستيرين اي عايشين في مولات الكره والبعض. بونجور سالو تو لي زاجيريان الجيريان كي فيفو ان الجيري اترونجي. ما هو الحل في الجزائر في الازمه الاقتصاديه، يعني في الازمه البتروليه هذه؟ يعني ما نقولش الازمه الاقتصاديه، لان الازمه البتروليه احنا البلاد الجزائر ما ينتج ما نتجو والو، الانتاج تاعنا هو البترول، يعني الصادرات تاع الغاز والبترول. واليوم يعني ما كما قلنا يقولوا هاد الناس هادوما في الحكم يقولوا سوسون دي ناسيوناليست، يخموا الشعب، يقولوا المعارضه، يعني المعارضه الحقيقي ليس البرتاجيه تاع النظام، يعني بن فليس ولويزا حنون وهادو لهم، يعني راكم تشوفوهم في الميديا الى اخره. يعني نقول حاجة برك، النظام عندكم كوراج، تحبوا الشعب الجزائري يا خويا سهلة، لا كريز هذه تروح. اليوم في جريدة الشروق كتبوا على الدبلوماسية الجزائرية في الخارج شحال يديو، دوك نقراه لكم يا خاوتي. ودرتو يعني سي اون بروف، درتو في الاخر قال لك 10,000 أورو للقن القناصلة و20,000 أورو للسفراء. يعني احسبوا دوكا يا خاوتي شحال عندنا القنصل، يعني شحال عندنا للدبلومات، كي نقول للدبلومات يعني السفراء وولادهم العائلة تاعو، يعني ما تصرفش بالاخر بدراهمو، تصرف بدراهم تاع الشعب الجزائري. يعني 10,000 أورو لأي موظف يخدم في القنصلية، هما لهم كتبوها يعني، ولا ماشي صح يكذبوا. 10,000 أورو يا سيدي، عندنا 20,000 بيرسون كي ترافاي دون لي زومباسات في لو موند. اطلعوا حساب يا خويا شحال ملاير بالدينار الجزائري، هاي اللي في ازمه وحده ينقصوا لها يا اخي. لا لا الاخر لي بارلمونتير لا يديو 30 مليون ولا شحال، هايدا ماشي باش يقولوا للشعب الجزائري عندنا كريز اون فا فير اون شونس كو لو موند اونتي. غير واحد هو الرئيس الراحل محمد بوضياف اللي الى رونونسي ا سا باي كوم بريزيدون دو لا ريبوبليك في الاخر. يعني دوك هادوما لي بارلمونتير مثل الشعب الجزائري واللي ماري الاخير، ها يا خويا نقصوا الراتب تاعي، يقولوا نديو 10 ملايين في الشهر، راسي ماشي 30 مليون، 20 مليون هادوك للخزينه. مي لا لا، علاش ما يديروش هكذا؟ باسكو على بالهم، وهادو لي بارلمون تاع على بالهم لي فوق هما ميسرقو، هما ميسرقو الى اخره. هادي مفروغ منه. وهادو من القناصل في الخارج، عندي صاحبي في الخارج، يعني سي مالورو دون ان بي كي ديز كو لا ديموكراسي اون نوفيل ديموكراسي الى اخره، كما يقولوا هما. يا ودي عند باسبور بيومتري الا يومين هذا مازال ما جاش، il m'a dit que je vais renoncer de mon passeport. يعني c'est grave. يقول المواطنه وزيدوا يهضروها في الجورنال كيما لافير. نرجع لكم كاع يا خاوتي لاونارير، لافير تاع هذاك اللي حكموه في الايروبور تاع الالمان، قال لك تدخل القنصل. يا ودي تمسخروا بينا، هذاك وليدكم سيت ان انجينيور، قال لك انجينيور، هما ما قاش منها يشري ولي ديبلوم يقول لك انجينيور. رانا شفناهم وشفناهم في سوناطراك الى اخره، ما نهضروش احد من هادو وليد رزاق بارا نهضروا. الزو يعني هاد الناس هادوما جي با كومبري جوسكا مانو كيل بوليتيك يعني داروها. علاش كي نقولوا هكذا يقول لك بوتفليقه جاب دراهم؟ يا سيدي جاب دراهم، روح وراهم هذوك دراهم. يعني 15 سنه ما دار والو، ما دار فيها والو. كي هو كي افون لوي، كي غير واحد، قلت غير واحد ومازال في الكلمه، غير الراحل محمد بوضياف سي طيب الوطني اللي جا رجع ثقه للشعب الجزائري، لانه هو على باله باللي بالشعب يدير كلش، ليس بالحكم، ليس بالجيش، ليس بالاخر، بالشعب الجزائري. ودوكا
راكم تشوفوهم عندهم يعني البترول، يعني دابري لي ستاتيستيك واش قالوا لي زيكسبير روس والاخر، هاد الازمه داروها لي روس هما بالذات. خليك باسكو في لي ميديا دو موند لو كان تشوفوا يعني الروب الحبوطه هي ما كانش منها في لا روسي، يروحوا يشوفوا لي زوتر، يعني ماشي تشوفوا غير لي جورنو ميديا انترناسيونال هادو، متى شوفوا لي زوبوزون يعني واش هما يهضروا. يعني قال لك الروب اللي ستابل، ودوزيام ديسي سي موا، ديسي سي موا البترول يزيد يطلع، وثالثا دابري الاخر يعني كيف طلع لوروبل، لوروبل الى يعني لا ديريف دو 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 يعني لا ديفياسيون دو بوتين. واش دار بوتين؟ يعني دار ان كونترا افيك لا تركي، مالغري فهموني مليح، شوفوا لي بوليتيسيان مالغري يعني خرجوا له هذيك تاع الاخر لي مونغول اللي حبوا ينوضوهم في الاخر في اليوكران الى اخره، مع الاول ما حبوش. مالغري كو سمعوا مليح يا خوتي، مالغري كو بوتين يسوتيان بشار الاسد و لا تركي سوتيان لي ريفوليسيونير، يعني متفقوا في حاجه باللي البايب هذاك le pipe parce que les pipes les موجودين في اللي جازوا على الاوكران قدموا الاخر اللي حب ينفيستي تما يعاود من دارو جديد. واش دار بوتين؟ لا ديفيي سي بور سا داروا له هذا الاخر، دار ان كونترا فيك لا تركي مالغري لي ديفيرجونس بليزيور ديفيرجونس، مي اتفقوا على حاجه مصلحه الشعب تاعهم. ثانيا الا في لي كونترا افيك la Chine, qui ont créé une banque asiatique, يعني حتى هو شوفوا يا خوتي هو في الأوروب مي اتجه إلى آسيا، دار دي كونترا فيك لازي سي با فيك الأوروب. حنا في الجزائر كيف كيف، وشكون عندنا يعني لوخ لو ليان تاعنا معاه؟ اوكا الا لمصالح الشخصية الى اخره، يعني شكون نمدوا لي واحد عندنا مصلحة معاه حقيقة؟ ما يعرفوش باسكو هاد الناس ما يعرفوش كي سافي دي لا بوليتيك، ils investissent seulement dans un pays هو لا فرنسا، هي لا فرنسا يا خويا. القضية الحدود الجزائرية المغربية ولا في تونس ولا قادرين انصرا اون بيسونس مونديال لو كان يحبوا، مي هما لا كي الحكم هذا كي الحكم تاعنا كيف سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز. يعني باش تشوفوا الاخر يعني اللي قال ابن خلدون اتفق العرب لا يتفقوا، صح هما اتفقوا اجتمعوا باش ما يتفقوش، هذه هي. شوفوا لا روسي مانو ايزو حتى البارح ولا شتو الا بوتين قال بلي نزيدوا ندخلوا لفيتنام معاه، سبحان الله. شوفوا في الاوروب دار اون اليونس ازياتيك il sera une puissance parce que la belle ou la puissance mondiale donc c'est pas l'Amérique c'est la Chine يا خوتي، c'est la Chine d'après le journal Forget يعني تاع الامريكان يخرج قال لك ايكونوميكمون يعني ليكونومي سي لا شين. ودوك لو كان تشوفوا ايزون حتى المظاهرات يعني في لي غراف الى اخره لي شينوا ايزون ديفلوبي يعني كيما يقولوا ان سيستيم كونترا يعني لي ريفولت يعني الاخر سيستم سلمي، يعني اللي يقول لك بلي لا شين ديكتاتوريال الى اخره. يا خونا رحنا لشينوا وشفناهم يا خويا، ما شفتش انا بوليسي راه في السلاح بارابول بلدان يقولوا ديمقراطيه كيما فرنسا الى اخره، روحوا حتى الايروبور تاعهم معمر بسلاح يعني العسكر الى اخره، والشعب تاعهم اي بي با سيكسبريمي سور لونيو اوروبيان، ما عندوش الحق باش يفوتي، يقولوا لي ديمقراطيه، ما كاش ديمقراطيه. يعني الديمقراطيه سطحيا يستولي عليها ناس العشائريه اللي موجوده في هذه البلدان العشائرية والفهميفة، يعني اللي حاكم لو موند ريالمون. وحنا في الجزائر سي لا ميم شوز، نتبعوهم يديونا الهاوية نتبعو، يقول لك لا كريز وراهم قاتش يا اخي. قالوا هدرها بفمه وطاب جنان وقال لك 200 مليار دولار، يعني لو كان خمم هذا الانسان هذا علاه الزراعة بوركو ينا با انفيستي دون اغريكولتور، علاش ما ننفيستيش في لاغريكولتور هي الحقيقة، لأن الإنتاج الذاتي يستولي على كلش. مي هما لا الزراعة ينحيوها
يبنيو الفيلات، فيلا تاع سي جيتاج وي جيتاج، يعني يخمم الوليد وليد وليدو، وكي تسقسي عليه يقول لك احد المسؤولين، يعني كان المسؤول. وهذه هي قاع واش صاري في بلادنا. يعني اليوم يعني استعجبت حتى الشروق، يعني الى في يعني لغز مد حاجه دي ميل اورو عم دراهم و 20 ميل اورو للامباساد، والبريزيدون يعني لا ريبوبليك بارابور لا باي تاعو اوفيسيال قال لك 12 مليون خي ديكو لي زاجيزين ديكوفير سا دابري، يعني لو ديسكور تاع محمد بوضياف اللي قال انا ما ندي يا اخي معروف ما نديش 12 مليون وما نسحقش الكوسيمات، يعني اوفيسيال. ودوكا لومباساد ولادو، يعني هادوك الناس اللي هم يخدموا في لي زومباساد في الاوروب الى اخره، يعني في العالم يديو اكثر ما سبحان الله. وراه هادي يعني حنايا اون با كيما قلت، هادي كاع واش راه صاري في البلاد، واش صرا من قبل في التسعينات، واش سي فولي حبوا هادشي. يعني مخطط بدا من 1900 من الانطلاقه الاولى للرصاصة في أول نوفمبر، استولوا على الثورة الناس هذوما، راهم مازالهم اللي مات والآخر مازال أربع أولادهم هكذاك، والحكم في الجزائر ولا وراثي كما قلت، وزيد نعاودها لأن الوجوه القديمة يوليو للحكم. يقول لك أنا معارض، هو ماشي معارض كما درت لا دنيير فيديو قلت باللي لونيون أوروبيان إلى دي رودي، يعني لي دروا دلوم، يعني 50,000 إلى 150,000 الواحد ينوض، باش تشوفوا يا خوتي لي ليان هادوما عينا من هاد الشيء، يعني أمي بلعطوا فرمحتيهم برك شعب مرك. ودار بارابور لهاد الشيء كاع، يعني جيلو ديرنيامون دون زيت لوبوزيسيون، يعني فيابل كيما يقولوا، قال بلي سعيداني راح لفرنسا سكريتمون، يعني اون سبوز لا كيستيون علاش راح لفرنسا، اسكو راح لان خونا نكاز طاكاه اون جوستيس اون فرونس على كوريبسيون، اي سي فري اي افيري بلي صح، هادي صح كاينه منها. ومن بعد راح سكريتمون يتفاوض ولا يلفا انفيستير او بلانشيسمون دارجون الطبال، يعني الدربكي ولا قال لك النخباوي، يعني باش تشوفوا البارحة في المغاربية شتها قال لك النخباوي، واش من نخبة يا خاوتي، واش من نخبة، كنا وزيد نعاود راه واحد ماشي مربي ما نحطوش في الحكم، لان اللي ماشي مربي يسرق يخدع يقتل كلش ماشي كيستيون تاع قرايه، الاخر الي انجينيور ولا هاد الدومان، لا بوليتيك ماشي غير الهضره، لا بوليتيك سا اتودي في لونيفرسيتي، شوفوا لي لي زونيفرسيتي مونديال، تلقى كلش لي رابور ديبلوماتيك الى اخره، علاش هم يقراوها؟ حنا في الجزائر ما عندناش هادي، عندنا يعني يقول لك واحد قاري، واش قاري في ليكونومي صح، هادي صح، مي في السياسة يا أخي ما نخلطوش شعبان ورمضان، لأن السياسة وحدها كما قلتكم يا خاوتي يفوتر، على احنا نقولوا لا بوليتيك لو كان ناناليزيو على بالنا بلي سيتامو غراك إلى آخره، مي لو كان لاتان لو كان ناناليزيو معناه بولي لازم يكون مربي، لا سيونس دو لا بوليتيس، كون مربي هذه هي الأولى، كي نبلي دولة هي الأولى، ون ريفوليسيون كاع في العالم كيما قلت، يعني إلا واحدة سيتون ريفوليسيون دو بي هو اللي دارها مهاتما غاندي، وعندنا واحد كيما مهاتما غاندي لو سول كي أبري أون إنيشاتيف سلمية هو خونا المحامي نكاز، مالغري كي ما يعرفش مليح العربية، مي دابري سيزيدي on soutient ces gens qui m'a soutenu, on soutient tous les gens احرار الجزائر اللي هم يعيشوا كيما خونا العربي زيتوت اللي كان ديبلومات حبط النيفو ويخدم بونوجي، هم الاشراف الجزائر شرفاء، خونا مراد هنا خو يعني مراد صالحي تاع حركه رشاد الاخرى، يعني كاع الناس يعني كاع الناس في الجزائر، وهادو اللي عايشين، لان علاش اللي عايش في الخارج يشوف بلاده جوهره
تمي يتعلم الناسيوناليزم، لو فري ناسيوناليزم حقيقة. وما نقولش اللي عايشين في الجزائر كدا ولا اللي عايش في الخارج، لا، كاع جزائريين كما قلت لكم، والجزائر في قلوبنا. والشعب، الشعب هو العقل تاعنا، هو المخ تاعنا، والجزائر كأرض والأخر هي في القلب. ونقول لكم يا خوتي، السلام عليكم، على بروشين إن شاء الله.